السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض بيئة للبرمجة اسمها كودو جيم لاب، ودي مفيدة ان الاطفال يفهموا فكرة البرمجة من غير ما يكتب كود، او يطلب منه انه يحفظ الشفرات بتاعة السي شارب او البايثون. لا، هو ممكن يبدأ يبرمج من خلال انه يفكر، وفيها حاجات لذيذة قوي. يعني خلينا نقول مثلا احنا عايزين نيو وورلد، مش عايزين نكمل، عايزين عالم جديد. عندي 3 اختيارات، اختار ده مثلا. طيب باجي هنا بلاقي ان انا عندي اول واحده الايد، ان انا اقدر احرك الايد بالشكل دوت. طيب عايز اضيف شخصيه، فبدوس هنا واقول له انا عايز مثلا الكود دوت، فضافه لي بالشكل ده. طيب هدوس رايت كليك واقول له اد اوبجكت. اد اوبجكت مثلا عايز اضيف عنصر زي الكوره مثلا، فضاف لي هنا الكوره. طب الكوره انا حاسس ان حجمها كبير، فادوس رايت كليك واقول له شينج سايز واصغرها شويه. طيب انا مش عايز اصغرها، انا عايز اكبر البيئه، فبدوس هنا وببدا اعمل بالشكل دوت. انا سايب فراغات متعمده تمام، عشان اللعبه تبقى مثيره بس شويه. طيب انا عايز ابدا ابرمج بقى، ماشي. فهاجي هنا على دوت واختار الكود 1 واقول له بروجرام. طب هبرمجه اقول له ايه؟ بكل بساطه هوين لما يحصل اعمل هوين دو، لما حد يخبط على الباب افتح الباب بس. فانا اقول له اهمل واقول له بقى ايه لما تشوف، لما اشوف ايه بقى، نختار اوبجكت. انا بدور على الكوره، اهي لقيتها. لما تشوف الكوره اعمل ايه بقى؟ موف، اتحرك ناحيتها كويك بسرعة. تمام اهو، ودوس اسكيب عشان نخرج من الامر. طيب لو انا عايز اشغل اللعبة دي، انا كده لسه ببرمج فيها تمام، ممكن اقول له ايه اسكيب، كده هتبدأ اللعبة تشتغل. اول ما اشوف الكرة يروح ماشي عليها، خبطها فبتبدأ ايه يتحرك كرة. انا عملت الفراغات بحيث ان هو يصطدم بيها. طيب خلينا ندوس اسكيب عشان نخرج. عايز اكرر دوت، هقول له كوبي واجي هنا اقول له بيست. طيب بيست ده متبرمج ولا مش متبرمج؟ اه متبرمج، لما خدناه اتخذ بالبرمجه. هاتوا سكيب، فهم الاثنين يتحركوا حوالين كوره. يلا يلا شوت الكوره، فهم ايه بيتعاملوا بقى مع الكوره. دلوقتي اصبحت في لعبه سهله وبسيطه زي ما انت شايف، فيها افكار حلوه والعاب لذيذه تمام. ممكن نلون واحد فيهم باللون الاحمر عشان يبقى اهلي وزمالك وحاجات زي كده. ممكن بقى تغير كل الخصائص بتاعته، تغير اسم الشخصية، تغير الشكل بتاعه، كل شايف الامكانيات كلها. ممكن تعمل له ميوت. ممكن تغير الحجم بتاع واحد فيهم، طبعا عندي هنا اختصارات، كل ما بقف على حاجة بيبدأ يديني شوية معلومات. في ان انا اغير اللون من خلال الاسهم، خليت ده احمر اهوت، هدوس اسكيب بحيث ان هو يبدأ يلعبوا. هما الاتنين اللي بيخبطوا الكورة في نفس الوقت. طيب خلي واحد فيهم بعيد شوية. بيلعبوا بقى، بيحاولوا ان هم ايه يلعبوا بالكرة. فلعبة ظريفة ان شاء الله تعجب الاولاد.